إلى أوكرانيا، حيث قال حاكم منطقة لوغانسك الأوكراني سيرجي غايداي إن الجيش الروسي يدك ليسيتشانسك أو ليسيتشانك الصناعية شرقي البلاد بالمدفعية والصواريخ. قد تواصلت الاشتباكات بين القوات الروسية والجيش الأوكراني في منطقة دونباس شرقي البلاد بعد سيطرة القوات الروسية على بلدة توشكيفكا، كما اندلعت معارك في منطقة سيفيرودونيتسك. وقال القيادي الأوكراني رومان فلاسينكو إن مئات الأشخاص منهم أطفال لجأوا إلى مصنع أزوت. بعد سيطرة القوات الروسية على بلدة توشكيفك، تواصلت الاشتباكات بين القوات الروسية والجيش الأوكراني في منطقة دونباس شرقية أوكرانيا. وتستمر المعارك في مدينة سيفيرودونيتسك، وما زال المقاتلون الأوكرانيون يتصدون لنيران الدبابات الروسية. اشتباكات على تخوم المدينة وفي ضواحيها، وقال القيادي الأوكراني رومان فلاسينكو إن مئات الأشخاص منهم أطفال فروا من المدينة ولجأوا إلى مصنع أزوت. ويكتسب المصنع أهمية رمزية في المدينة التي كان يقطنها نحو 100,000 نسمة قبل بدء الحرب. وتحاول القوات الروسية اجتياح مدينة سيفيرودونيتسك لإكمال السيطرة على كامل منطقة دونباس التي يسيطر على جزء منها انفصاليون موالون لروسيا. من جانبه قال حاكم منطقة لوغانسك الأوكراني سيرجي غايداي إن الجيش الروسي يدك مدينة ليسيتشانك شرقي البلاد بالمدفعية والصواريخ. أما المتحدثة باسم الخارجية الروسية فقد انتقدت صمت الغرب حيال إيصال أسلحة يوميا إلى أوكرانيا. الغرب يصمت بشأن التوريد المستمر للأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، لا نسمع كلاما بشأن هذا الموضوع. فقد تتهم روسيا بمنع تصدير الحبوب من الأراضي الأوكرانية عبر الموانئ إلى البلدان الأوروبية وغيرها، في حين تصل شحنة السلاح الضخمة إلى أوكرانيا يوميا. جنوبا، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية استهدافها منصات غاز في البحر الأسود يستخدمها الروس مقر عسكرية لتعزيز سيطرتهم على المنطقة. في الشرق الأوكراني وجنوبه جبهتان مشتعلتان، فالقوات الروسية تواصل زحفها وقضم المناطق، بينما تواصل القوات الأوكرانية معارك التصدي لهذه الهجمات. قالت الخارجية الروسية إن ألمانيا تقوم بتأجيج هستيريا خوف من الروس وسط توترات متصاعدة بين موسكو وبرلين مرتبطة بأوكرانيا. وأضافت الخارجية الروسية في بيان بمناسبة ذكرى الغزو النازي للاتحاد السوفيتي أن برلين تهدد روسيا بالأقوال والأفعال رغم جهود البلدين المستمرة منذ عقود للتغلب على العداء بينهما في الحرب العالمية الثانية. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية رفض ما سماه التهديدات الروسية بالانتقام من ليتوانيا بعد أن فرضت قيودا على بعض البضائع التي تمر عبر جيبي كالينينغراد الروسية، محذرا روسيا من اتخاذ أي إجراء يتعارض مع القانون الدولي على حد قوله. قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا ما زالت بعيدة، وأكد أمام البرلمان الألماني أن بوتين ما زال يعتقد أن بإمكانه إملاء السلام، ودعا حلفائه إلى الاستمرار في دعم كييف. الحقيقة هي أننا ما زلنا بعيدين عن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، لأن بوتين لا يزال يؤمن بإمكان إملاء السلام. تواصل الحكومة الألمانية مساعيها لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الطاقة بسبب النقص الناجم عن تخفيض نسبة الغاز الروسي من قبل شركة غاز بروم. لذلك تعيد ألمانيا الآن النظر في إعادة تفعيل محطات توليد الطاقة عبر الفحم الحجري، والذي طالما سعت أحزاب البيئة للخلاص منه. لا بدائل سريعة للغاز الروسي حتى الآن. أحزاب الحكومة الثلاثة مضطرة لتجاوز مبادئها وبرامجها سعيا لحلول نهائية للخلاص من الهيمنة الروسية على قسم كبير من مصادر الطاقة. الحرب على أوكرانيا دفعت بالحكومة الألمانية إلى تأجيل إغلاق محطة فاتنفال في العاصمة برلين والتي تولد الكهرباء عبر الفحم الحجري، إذ كانت قد قررت إنهاء العمل بالفحم بحلول عام 2030 والاعتماد على الطاقة المتجددة.
نحن في وضع استثنائي، والأولوية المطلقة هي دعم أوكرانيا بطريقة لا تجعلنا عرضة للابتزاز بسبب إمدادات الطاقة من روسيا، ولذلك كل الوسائل المتاحة هي مشروعة حاليا، ويمكن إقناع ناخبي الأحزاب بذلك. وتواصل الحكومة العمل على إعادة تفعيل عدد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري تحضيرا لفصل الشتاء، فالبلاد بحاجة ماسة لتعويض النقص في واردات الغاز، وخاصة قطاع الصناعة الألمانية الذي يعتمد كثيرا على الغاز الروسي، ويبدو أن تكاليف هذه الخطوة ستكون باهظة اقتصاديا. الاقتصاد الألماني والصناعات الكيميائية بشكل خاص سيتأثران بشكل سريع، ويحتاجان لشحنات طاقة كبيرة في حال الاستغناء عن الغاز الروسي، خاصة أن وزير الاقتصاد أعلن أن تمديد عمل محطات الفحم الحجري سيكون لفترة معينة. تعتبر هذه الخطوة أسرع الحلول المؤقتة تحسبا لقطع كامن لواردات الغاز الروسي، خاصة أن مشاريع الغاز المسال والطاقة المتجددة تتطلب عدة أعوام. تخفيض نسبة واردات الغاز الروسي يزيد الضغوط على الحكومة الألمانية، ضغوط تدفع بأحزابها نحو سياسات تناقض برامجها لمواجهة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي يعتبرها الألمان حربا على قارتهم العجوز. مكسيم ليس العربي، برلين. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسلنا شوقي أمين، ويبقى معنا من برلين مكسيم العيسى. أهلا بكما. أبدأ معك شوقي أمين لمحاولة لفهم ما الذي تعنيها المناطق التي تحاول روسيا السيطرة عليها في الشرق، ولماذا توصف من قبل كييف بأنها استراتيجية؟ سهاب، استراتيجية طبعا وتكتيكية في المقام الأول، اقتطاع هذه المناطق الحيوية بالنسبة لأوكرانيا التي لا تزال تحت مظلة السيادة الأوكرانية هو رهان كبير في الحقيقة لأوكرانيا. اليوم في الحقيقة نشهد لعبة شطرنج في المقام الأول، هي لعبة تكتيكية تحاول في الحقيقة من روسيا قطاع هذه المنطقة جزءا جزءا بالقياس إلى هاتين المنطقتين سيفيرودونياسك وليسيتشونسك اللتين يفصلهما فقط هذا نهر دونياسك، وبالتالي يمكن القول أن هذه هي الخطة التكتيكية التي تحاول من خلالها التوغل عميقا إلى الجهة الشرقية. ولكن عدا الجهة الشرقية أيضا عبر هذه البوابة تحاول روسيا التوغل إلى مدينة كراماتورسك، ولكن حتى هذه اللحظة لا يتحدث هنا عن كراماتورسك علما بأنها هي في مرمى الأهداف الاستراتيجية الروسية. على الجهة الجنوبية أيضا طبعا خيرسون التي أمطرت أيضا بالصواريخ الروسية، ميكولاييف التي يعني في الحقيقة شهدت هجوما شرسا بسبعة صواريخ يوم أمس. الرئيس زيلانسكي يحذر مرة أخرى بأن احتدام هذا الصراع وهذا التوغل الخطير الروسي في هذه المنطقة ممكن أن يقسم قسم كبير من أوكرانيا إلى جهة شرقية وجهة جنوبية، وبالتالي يمكن القول أن الرهان ليس الآن هو مدى مقاومة الجانب الأوكراني في هذا الهجوم. طبعا على الجانب الآخر سهام، أوكرانيا تحاول أيضا بمقدورها بفضل هذه الأسلحة وبهذه المنظومة الصاروخية التي زود بها الغرب خاصة من ألمانيا مؤخرا، استهداف أيضا منشآت قاعدية خاصة غازية وغيرها، نتحدث أيضا عن بنى تحتية على الجانب من الجانب الروسي في الحقيقة في مناورة تكتيكية على الأقل في فور وصول هذه القطع الحربية التي تنتظرها بشغف أوكرانيا من ألمانيا من روسيا من الولايات المتحدة وأيضا من فرنسا. يبقى معنا شوقي مكسيم، ألمانيا تبدو أكثر اهتماما بهذه الحرب أو أكثر انخراطا في دعم أوكرانيا إن صح التعبير، ما صدر عن شولتس اليوم هل هو تقدير جديد بأن هذه الحرب قد تطول وتطول مدة كبيرة؟ يعني سهام، الحرب الروسية على أوكرانيا قلبت سياسة الأحزاب الألمانية خاصة الأحزاب الحاكمة رأسا على عقب،
هذا ليس خطاب الاشتراكيين قبل الحرب، ولا خطاب الليبراليين، ولا حتى توجهات حزب الخضر. حزب الخضر كان ممانعا لإرسال السلاح، وهو الآن أشد الأحزاب التي تؤيد إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا. على سبيل المثال، الاشتراكيون كانوا يتمتعون بعلاقات ممتازة مع روسيا، خصوصا وأنهم مؤسسون لنورد ستريم 2 المتوقف حاليا. الآن انقلبت الآية رأسا على عقب. الآن تصريحات شولز تؤكد بأن ألمانيا ماضية في نقاط ثلاث لا تراجع عنها، حتى يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قد ارتكب خطأ هائلا في موسكو، على حد تعبير المستشار شولز. شولز يؤكد على أن ألمانيا ماضية في العقوبات بالتعاون والتنسيق مع شركائهم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، أيضا إرسال السلاح المتفق عليه دوليا، وكذلك الدعم المالي لأوكرانيا. شولز وجه دعوة رسمية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحضور قمة مجموعة السبعة على مستوى الزعماء التي ستنعقد بين 26 إلى 28 في قصر إلمو جنوب ألمانيا. ستكون هناك مشاركة للرئيس الأوكراني ربما عبر الفيديو ليلقي كلمة في هذا المؤتمر. تحدث شولز عن خطة على شاكلة خطة مارشال بين الحرب العالمية الثانية شبيهة لتكون لأوكرانيا. تعهد بأنه الدول السبع ستقوم بمناقشة هذه الخطة ووضع والاستعداد للتبرع بالمليارات من أجل مشروع إعادة إعمار أوكرانيا. هذا من جانب. النقطة الثانية هي موضوع كالينينغراد. ألمانيا صرحت على لسان المتحدث باسم حكومتها هيب شترايت بأن هذا حق مشروع لليتوانيا، كون البضائع التي تم منعها تندرج ضمن إطار البضائع التي أدرجها الاتحاد الأوروبي ضمن حزم العقوبات المفروضة على روسيا. ماكسيم العيسى من برلين وشوقي أمين من كييف، شكرا لك.